السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة راح يصادف يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن يوم عرفة: تصوم يوم عرفة يكفر سنتين، احتسب على الله أن يكفر سنتي قبله والسنتي بعده سنتين. اللي نسمع واللي نعرفه صيام يوم الجمعة أنه في نهي أنك تفرد يوم الجمعة بصيام، لكن تفرد يوم الجمعة بصيام نافلة، أنا بصوم هكذا تطوعا بعظم اليوم هذا، عظمه الله تعالى وعظمه النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما تخصص يوم الجمعة بالصيام تخصيصه، لأن الله تعالى يبينا نفرح في هذا اليوم. جميل. فإلا يتصوم يوم قبله أو يوم بعده. طيب يوم عرفة صادف أنه يوم جمعة، بصوم يوم الجمعة بنيت عرفة، ما عليك شيء. أنت صايم يوم الجمعة عشان يوم الجمعة؟ لا، عشان يوم عرفة، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. لو صمت يوم قبله كما قال الشيخ ابن باز يوم الخميس احتياطا لا حرج. وافضل الايام وافضل خير ايام الدنيا هي الايام هذا عشر ذي الحجه، العمل الصالح فيها احب الى الله، ومن العمل الصالح الصيام. ويوم خميس بعد، فان صمت يوم الخميس صمت مع يوم الجمعه فهذا خير لك. السؤال الثاني مهم جدا، بعض الاخوات تقول طيب انا بصوم يوم عرفه بنيه القضاء، انا علي قضاء من رمضان الماضي بصوم يوم عرفه بنيه القضاء. يجوز، بس تنوين انه قضاء، بس الاجر العظيم لما واحد يصوم يوم في سبيل الله، اي يوم تصومه في سبيل الله يباعد الله عنك جهنم مسيرة 100 عام، في رواية 70 خليفة بينك وبين جهنم. فأنت إن صمتي أو أنت صمت يعني يوم عرفة بنية القضاء ده كذلك يجوز، لكن الأفضل افرد يوم عرفة، خلي يوم عرفة بنية عرفة أبي كفر سنتين، خذ الأجر مستقل. أما أجعل قضاء مع عرفة يجوز، لكن الأفضل أني أجعل عرفة لوحده. فحتى بسوي عمل خير الدعاء والاستغفار والتكبيرات اللي نقولها، فطر الصائمين. حتى الشباب سووا طريقة جميلة جدا، وأنا قلتها لكم إفطار الصائم فطر صيام يوم عرفة، والناس فيه تأخذ أجر الصائم نفسه. واللي يحب يفطر الصائم في هذا اليوم العظيم بالذات الناس المحتاجين الناس الفقراء تأخذ أجره، أنت صائم يوم عرفة تأخذ أجر صيام على صيامك، من فطر صائما كان له مثل أجره. وبشركم بشرة طيبة، السنة هذه راح نسافر إلى الحدود السورية في الأردن، وراح نسوي إفطار صائم للأسر المتعففة والناس المحتاجين والفقراء اللي هناك، وأنا راح أشرف عليها وراح نكون معاهم بإذن تعالى، وراح أفطر معاهم بس من حلالي. اللي يحب يفطر لصائم للناس المحتاجين عندكم الرابط تحت، ساهم وإحنا راح نسبكم إن شاء الله تعالى هناك، ونسوي إفطار صائم في يوم أعظم يوم، يوم عرفة.